مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده تعكس العناية الكبيرة التي يوليها أمير المؤمنين الملك محمد السادس للقرآن الكريم. وخلال حفل افتتاحها أجمع الحضور من علماء ورؤساء جميع الفروع بإفريقيا وضيوف المسابقة على الدور الريادي لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ومجهوداتها في ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله تعالى. هذه الدول المشاركة تحت الإشراف لمولانا أمير المؤمنين، هذا الإشراك الموسع الذي شمل 34 دولة يدل على أن الاختيار في محله، وأن نظر مولانا أمير المؤمنين لهذا السر الرابط والجامع نظر في المحل. الإفريقية أصبحت الآن يعني قارة مملوءة بقراء القرآن، وعملها يعني كما شاهدتم أن هذه القارة الإفريقية يعني تمثل المملكة المغربية، هي الأساس الأولى لدخول القرآن في كل قارات إفريقية. 93 متسابقا ومتسابقة، منهم 11 من الإناث يمثلون 34 بلدا إفريقيا، يتنافسون على 3 أصناف من الحفظ والتجويد. ويتعلق الأمر بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، والحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، والتجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل. مبادرة سامية، مبادرة فرحة، فرحتنا جميعا، لأننا نحن والأفارقة نعتبر نفسنا كأخوة واحدة، نسعى من خلال ذلك إلى نشر رواية ورش ونشر كتاب الله تعالى مع إخواننا الأفارقة. هذه المسابقة في هذا الظرف تعتبر مسابقة قارية إن صح التعبير، تشجيعا من جلالته لأبناء إفريقيا للاهتمام لكتاب الله سبحانه وتعالى. وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من علماء وقراء مختصين يمثلون عددا من البلدان الإفريقية، تشرف بشكل حضوري من مدينة فاس على تقييم وتنقيط القارئين والقارئات.